وحميرا ملحن سيلا سعوتين قفك مركي او جيفانا وحا اولميد يهي قف لنتي وقال ملحن إساقو جيفو ايا موقال كان لغا دوبي مرسوغاني ايا موقال لغا سوخر حيي اما لغا كياني انتي ولا شاكو ترتين سواد بنو يا ولا شبا الى جوغتي مركز سايق سواك عضيب موقال كي قبل مقال لدى نيروبي حديان كبحو حديات عرفتان انا واحد دنبا ترسانا ايو انا اقل دن لكن dib badan on qarsanaya jiro oo muqaalkaasi khamar jawaab waafi ah oo garaacis iyo karbaash ugu jirto ayuu ka bixiyay Soomaalidu badan kood waa ay la yaabeen sida khamar suugaani uga falciliyay muqaalkaas laakin waxa ay ciil iyo calooliyo ku noqotay qofkii muqaalkaas baahiyay oo si marna karaameysan marna badilada loogu jawaabay maxaa sababay qamar suugaani maalmihii ugu dambeeyay inuu saarnaado shaashada baraha bulshada ma sababta Nairobi ugu laabtay ma heshiiskii isaga iyo waliba Rayan Bajaj mise waxa jira waxyaabo kale qaasa oo sababay qamar in saxaha baraha bulshada maalmihii ugu dambeeyay uu baaqi ku ahaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ضيال دنيا الملك السؤال كل جوكتان وقتي قاعدين وعناده كسر دواء الصحاف جنر اللي موقال عصا موقال كان كاني واحد وكسر سن هاي قمر سوغاني وموقال لقى كاني لكن برح بالشذا لو أذيك سنة يي موقال لقى سوخر حيي قمر موقال كان لقى كاني واحد وكب حيي جواب ضد بدن أي لا يابين قفكي موقال كاس الصور اللي جينا ويسونا لعي شوضي هذا لك قمر سوغاني قمر ساحة براء بلشادة أيو مالمي أقدم بيه حيستي سببت الرسمي قاعه وان أتاقيدونا لكن أن كوب اللابو مقالكي قمر لغصو ديغي يفلعلين تاو كبحين دونا بالمركة هوري مقالكا واكن وقمر سوغاني أو هرديو صوبو أما سرير با وحميرا ملحن سيلا سعوتين قفك مركي أجيفانا وحا أولمي ديهي قف لنتي وقال ملحن isagoo jiifo ayaa muqaalkan laga duubay sida aad maahan muqaalkan xilligan aan taaganahay waa muqaal horey loo duubay oo xilligan laakin lagu baahiyay baraha bulshada ayaa isla kacday oo si aad hadalhayn ugu dhaliyay muqaalkan dad badan ayaa ka falceliyay oo ka soo hadlay muqaalkan dadku qarkii waxay tilmaamayeen halka uu ahaa muqaalka goobta lagu duubay badankood waxay isku raaceen inuu ahaa hoygii Rayan Bajaj laakiin kuwa kale ayaa iyaguna aaminsaneen in uu halkaasii ahaa hoygii Rayan Bajaj qamar markii ay dhacday in muqaalkaasi baraha bulshada uu qabsado dad badanna siday doonan ay ugu falceliyeen xumaan iyo samaanba ayaa waxa uu muqaal uu soo dhigay qayb ka mid ah barihiisa bulshada kaga hadlay muqaalkaas cid ka baahisay sababta rasmiga ee ka dambeysay xitaa waxa uu tilmaamayaa shakhsi أما قفك باهيي مقالكاس هذا الذي سقيبت الدنبوحة كم يدنقن دونتو إن هذه هرقيسة ويماد قفكاسي لما موسي دونو هرقيسانا أن عندنا مقال لوغة دوبيد قمر سوغاني أن وضا داوانا بل الحين أدبان دي سلام يا صاحب ياب وحوي يانا وحنالكي فيديو صدو بين شما ليلة ee muqaalka deynti hore uu ku soo duubay markii dambe waxa ku jirtay walaashii qamruux u leeyahay qofka soo duubay markuu tilmaamay kadib muqaalka inta uu horeysay uu buu soo duubay inta dambe waxa ku jirtay walaashiis macnaha walaashiis ayaa muqaalkaas igu la jirtay oo goobta ila joogtay ee muxuu soo duubay ayuu u dhigmay hadalka qamar suugaani انتي ولا شاكو ترتين سواد بنو يا ولا شبا الى جوغتي مركز سايق سواك عضيب موقالك يقدوب دل لجن لكن انا موقالك دم يسترته انا ولا لباد نو حق نو صورت ادبا دي سلام يا صاحبي انت سنوا كفتنك سوجي قمر وحا او ليه دل لجن ستيل وحا او امانا يا قفكي موقالك كدوبي ولو garaacaya ama u karbaashaya
هذا الله أرنيق ما إن ولاشي سخف كاسي أي كل جرتي موقالك مركي دم بده وبيزاني ويحو يري كفتن كبره بلشد أي أحي بل مركن هرقي سقف جوغ موقال ما لغدو بكرا سيديسة أو قمرسوغاني أو ماموسي لها هدي أو هرقي سيماد قفك موقال كان كدو واكن قمر وجواب بحني المدياح شما لو حلاي أدت هرقي ستماده حتى قف وحكاد دوبة يا أرتميس يا قبل مدى نعنى السمينة يا أدو قلت كاسكي قلي وحن قطسي دون هنا هرقيسة كبمر تسوره سوروه قمر وحو اللي هاي أدو قلت كإنتان لكي قلي حتى نوحن قطسي دون هنا هرقيسة كبمر تسوره أو كبمر عزومه كبنا بقره قدها مغالا هرقيسة تابعيني سوحي تهي أدو قلت بعد كشي لكن قلت كعاد كشي وحن كو قدية وناك معناه وانه كونا جنيا واحد ضنط سامي ولو مركو هاري قمر سوغاني وقنيني لكن مركي دنبي ايو ديب وقلاب تاي اما وقلاب تاي هذا كاسي سنوار كان وموجيي كارتي دبعا قمر ابوان معهن لكن وفنان فنانينتونا هذا اللادة سربيب تكوى دهسون كوى كسع جوك هوسي جوك دهي جوك سربو والاقا فيلانيا ما دام أبواني تو أي أدويهين أو مروا لبا أي كهيسان قرها الله إيه أرأي أي سوقرين أبواني انت حد دوانوي ماذا؟ محاسا هواي قمر سوغاني إن مالوي أودن بيه وهايستو براه بولشادة انتو هذي بادن صوبه واللسكو قلاب سنياي لكن تنددكو أي أبادين أيان وحاي تهي قمر سوغاني وحي كدعى كينيا أما نيروبي هذا الذي أكيري markii uu lahaa wal ii taagay ayaa sabab u ah in qamar uu saarnaado saaha baraha bulshada maalmi ugu dambeeyay qamar waxa la socotiin markii isaga iyo rayan bajaj is guursadeen gudaha magaalada Nairobi ee wadanka Kenya in muddo kadib uu qamar soo dhigay barihiisa bulshada isagoo calaacalaya oo leh wal ii taagay hadal ay ugu badnaa qamar uu xilliga lahaa waxay ahayd bal mar uu iga wada Nairobi ee Hargeysa igeeya وداركي دونتان حدي عن مالين انصو هذا القادو نيروبي هذا الله داسي بدن كود وقمر ييري ايه حلقان سواوي ان ساحا برا بلشده وصارنادو بلان ديبيدين حسوسيو قار كميدا هذا الله دي قمر سوغاني وكو هذا اللي يي حلقي وكعبان يدباتوين كولا دعاي انتو اوجوغي مغالده نيروبي واكن قمر سوغاني انا يامت صماليا نفسي جوكتو كل لين قبيل ميرو تفنن صماليا تبان هاي لين حبر وعانا يا فرطل يا جهده بلا يعودنا ينمي لكن ممت صمالي بحنفشي قيهن اللي يلوكشو بحنفشي قيهن اللي تهالي ومن عادة مركو خلقي وكهالي وعنا يستيمو ساعة الله يوم لكن أنا جي أي نور من الباهي قال لن يلوكي وعني وحكي تهالي المادر يالو نوين سيدو وحوقي هاي وحو ما شيغو داد كيغا عن وليبا سيكلا شيغي هابلها عن كده شي وحان او شيغي ان نيروبي جوغو وقتنا ويهايو وحان ربا ان اركو انو هرقيس جوغو بري اما سادن بي هدو الهي نجارسيو قمر قلالكي سيدا يوكو بلاودي انتا كدب قمر وحو يري dadka ka qaar hayga xaraabeystaane laakin waxaan ogaahay aqligeyga badnaa inuu caawo ii sheegayo waxa aniga ii roon khamar wuxuu inta ku daray oo markaa kadib uu ka hadlay nimayo cidna wax ka tirsan maayo waxaan ahaan jiray fanaan qaali ah waliba kibir kana fog iyo faan inuu naftiisa ka hadlana ka fog yiri laakin igu qaato duruf ba jirto igu kalifeeso inaan go'aan ku gaaro inaan dhaho tolkey habla yaho maana ina tolkey u qeyla dhaamiyo waxa jirta duruf igu kalifeeso ee igu qaata ayuu leeyahay khamar hadaladiisa waa fariin hadaladiisa qarkiis waxa uu laabkicinaya bulshada midkan oo kale muxuu yiri magaalada Nairobi hadii aan ka baxo hadii aad aragtaan anoo wax dambe tirsanayo ana qaldan laakin dib badan on qarsanaya jiro oo raganimada ii diidayo markii raganimada laga soo tago culays kale oo inta ka weyn ayaa ba jira oo ku kalifay qamar inuu san hadlin namayo anigu Hargeysan u baahanahay meel aan ku nafisi karo on kaligay fanaanka aha baan ka imid ayuu leey ayuu yiri meeshaydii baan u baahanahay magaaladan qasan baan joogaa janis leeygu raadinayo
anoo yara kala daadsan magaaladan qasan baan jooga oo janis leegu raadinay anoo kala macnaha anoo kala daadsan ba hadii la i arkay janis leegu raadinay hadalkaan wuxuu ku cadeynaya hawsa inaysan ku soconin rayaan bajaaj oo meel kale ay ku foorarto ayuu cadeynaya hal ma dareen wax badan aan sheega ma rabo ma waqti laakiin mar horan dhintay hadee laakiin waxa jira ma aragtay meed hadla wallahi oo billahi oo tallaahi naftayda ka qaalisanaana wax badan baan qarsanayaa aniga marka aan soo gabagabeeyay barnaamijkii khamar lagama filayn inuu dib ugu laabanayo magaalada Nairobi sababtoo ah wixii dhacay ma ahayn wax dadku ay u malayn karaan in khamar meeshii ay waxaas kula dhaceen uu dib ugu laabanayo horey muqaal aan baahiyay waxaan u baahiyay hadallada khamar xilligaasi inuusan ahayn mid ku socday rayaan bajaaj sax bayna noqotay oo waa tii rayaan bajaaj ay baxday Hargeysa tagtay ee halkaa lagu soo dhaweeyey lagu maamuusay lagu baqray xilligana ay dib ugu laabatay magaalada Nairobi khamar lagama filayn taasi ayaa sababta rasmiga ee ra'iisiga ah ee sababtay in hadalhaynta baraha bulshada qamar suugaani Nairobi iyo sheekooyinka weeraro lagu qaaday iyo waxyaabo aan sax ahayn laakiin baraha bulshada lagu baahiyay inay baraha bulshada ama saxaha social media saarnaadaan muqaalka inta aan ku soo gabagabeynaya mar kale meel kale maxamed saciid saxaaf maca salaama imara lecture homes limited hoygu waa muhiime hanti yeelo halkaagu hadhaafo hoy kale ah gurbidiisa horaa loo socdaaye haka harin asaagaaga hoy haka harin asaagaaga imara luxury homes limited waa shirkad dhista guriyaha khaasatan casriga ugu dambeeyay xafiiskeedu waxa uu ku yaalaa magaalada Nairobi ee waddanka Kenya khaasatan Lenana Road Harlingham wixii faahfaahinta dheer kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda balanteenu waa hoygu waa muhiime hanti yeelo